بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في 10 minutes lecture notes in basic neonatology. هنتكلم النهاردة على موضوع يعني موضوع الساعة، وموضوع لابد يبقى عندنا بعض الداتا عنه في basic neonatology، وهو موضوع neonatal COVID-19 أو SARS-CoV-2. هو COVID 19 هو كورونا فيروس ديزيز، طبعا ما بدأ في سنة 19 و 2019 أصل يعني، وفي هنا اللي هو سيفير أكوت ريسبيراتوري سندروم اللي بيعمله كوفيد تايب 2. فالترمينولوجي يعني ما ناخد بالنا منه، ده أو ده زي بعض الاثنين. ماشي، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر وأهلها الطيبين من كل مكروه وسوء. دايما زي كل مرة اقول لكم خليكم سعداء ومبسوطين زي ما الطفل ده مبسوط وسعيد، وربنا يسعدكم ويسعد ايامكم جميعا ان شاء الله. مش هنطول عليكم النهاردة، هما يعني 10 دقايق او 12 دقيقة ان شاء الله نبقى عندنا بعض الداتا على النيونيتال كوفيد 19. الكونتنت الحاجات اللي هنتكلم عنها النهاردة، هنتكلم عن الببلش ارتكلز اللي هي النيونيتال كوفيد 19. الببلش ده ارتكلز الحقيقه قليله مش كتير قوي، علشان هي المين سورس عندنا للليكتشر نوتس النهارده. في الفيتال كومبليكيشن اوف ماتيرنال سارس كوفيد او كوفي 2 انفكشن، نشوف ليه الانفكشن في النيونيت اقل شويه، في اكسبلينيشن لها، ديليفري كونسيدريشن، نيونيتال اكوزيشن، نيونيتال برزنتيشن، لابوراتوري فايندنج اند نيونيتال تيستينج، دياجنوز اند مانجمنت، وبعد راديولوجيكال فايندنج اللي احنا ممكن نلاقيها في الكوفيد نيونيتال كوفيد 19 سواء الترا ساوند او سي تي. يلا على بركه الله مع بعض. دي الببلش دي ارتكلز اللي موجوده عندنا على النيونيتال كوفيد 19. الزميله الفاضله الدكتوره عفاف قراءه كانت عامله ببلكيشن لبيبر في شهر 4 سنه 2020. في بعد كده برضو فيه بعض البيبرس منشورة عن الاوتكم اوف نيونيتال بورن تو مذرز ويز سيفير اكوت ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس 2 انفكشن ات لارج ميديكال سنتر في نيويورك سيتي. في الجامعة بيدياتريك في فبراير 2021، وديت حاجات الجديدة ايه، اوتكم اوف نيونيتال بورن تو مذرز ويز سيفير ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس 2 انفكشن ات لارج ميديكال سنتر ان نيويورك سيتي. وفي البيدياتريك برضه في بابليكيشن في فبراير 21، ده المين سورس عندنا لل في برضه في ريفيو ارتكلز بابليشد في ديسمبر 2020، كوفيد 19 نيونيتال بيرينيتال برسبكتيفز، فيه نيونيتال كوفيد 19 انفكشن مانجمنت ريفيو ارتكلز. فدي المين سورس عندنا الليكتشر نوتس بتاعتنا. نشوف الفيتال كومبليكيشن اوف ماتيرنال سارس كوف 2 انفكشن. في سيفرال ستادز هاد ديمونستريت فيتال كومبليكيشن اوف ماتيرنال سارس انفكشن انكلودنج ميديكالي انديكيتد بري تيرم بيرث. يبقى احنا ممكن يحصل من الكوفيد 19 انفكشن يحصل بري تيرم ديليفري، يحصل gross restriction and miscarriage. This fetal complication are hypothesized to be due to compromised perfusion in the maternal or fetal placental vasculature and possible thrombotic changes. لان احنا عارفين ان احنا في حالات الكوفيد 19 بيحصل للمازرس ممكن يحصل لها coagulopathy، وبالتالي بيبقى له impact على الفاسكوليتشر بتاع البلاسينتا والفيتس. طيب نستخدم انتي نيتال كورتيكوستيرويدز في البريتيرن بيبي ولا منستخدمش في الام اللي عندها كوفيد 19؟ الحياة الامريكان او الامريكان كوليج اوف اوبستريشن اند جينيكولوجي ريكومند اجينست ذا يوز اوف انتي نيتال كورتيكوستيرويدز اد اور بيهايند 34 ويكس جستيشن. وبعدين الكلام اتغير وقالوا لا، ده احنا ممكن نستفيد من الجلوكورتيكويدز او الستيرويدز وممكن نستخدمها. فالكلام تغير لان هو مفيش سوليد داتا عن الكوفيد 19 والمعلومات فيها درجة من السيولة شوية، فاحنا بنقول اللي منشور والبابلشت والى حد ما ممكن نستفيد منه مع بعض.
ايه اللي خلى او الكوز اوف ريدوس انفكشن ريتس ان نيونيتس؟ ليه الانفكشن ريتس في النيونيت اقل نسبيا من الاولدر او الادلت؟ هو الابروكسيميت تقريبا 2 ل 5% اوف انفنت بورن تو ماذرز ويز بوزيتيف كوفيد 19 بيبقى عندهم البيبي بوزيتيف عندهم بوزيتيف تيست في خلال اول 24 ل 96 ساعه. ايه سبب الموضوع ده؟ الحقيقه سببه يعني في ديبيت عليه كتير، ولكن البوسيبل اكسبلانيشن انكلود فاريشن ان ذا اكسبريشن اوف باترن اوف اي سي اي 2 ريسبتورز with aging and evolution of the immune system and response to infections that occur with development. معلش نتكلم عن الجزئية ديت، عندنا دياجرام هنا هيشرح لنا الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها. الكوفيد 19 علشان يشتغل ويدخل بيدخل عن طريق ريسبتور اللي هي الاي سي اي 2 ريسبتورز، لو مع بعض كده بسرعة بالقلم هنا، عن طريق الريسبتورز دي. الريسبتورز ديت نوت ويل ديفلوبد في البلاسينتا وفي النيونيت، وبالتالي مفيش ريسبتورز يشتغل عليها الفيروس ويدخل ويعمل بقى ريبليكيشن ويعمل الانفكشن بتاعته. فالريسبتورز عددها قليل او الديفلوبمنت بتاعها قليل سواء في البلاسينتا، وبالتالي ده هيفسر لنا ليه الفيرتيكال ترانزميشن مش عالي قوي. اوكي، على فكره برضه هو بيحصل ايه؟ الاي سي اي 2 ريسبتورز ديت بتكومباين مع السبايك جلايكوبروتين ده. والسبايك جلايكوبروتين ده له قصه الحقيقه، هو كل شغل اللقاحات والفكره اللي شغاله في الفتره ديت اللي بيشتغل على المسنجر ار ان اي. هو المسنجر ار ان اي بيشتغل ازاي؟ الفاكسين اللي اتعمل الجديد، الفاكسين ده بيكون سبايك اس جلايكوبروتين. يكون سبايك اس جلايكوبروتين اللي هو على هنا اللي بيمسك مع الاي سي اي ريسبتورز، بيدخل هنا المسنجر ار ان اي وبيكون الجلايكوبروتين ده. الجلايكوبروتين ده السبايك جلايكوبروتين ده بيتاخد بواسطة المص سيلز وبعدين بيشتغل على الاميون سيستم ويكون انتي بوديز اجينست السبايك اس جلايكوبروتين. وده الحقيقه الناس بيقول الادفانتج بتاعتهم ان هم ما بيدخلوش انتيجين وبيدخلوش فيروس جوه البادي، وبيعتمدوا على تكوين اجسام مضاده بالطريقه ديت، وبالتالي بيقول الادفانتج بتاعهم احسن من الاذر فاكسينز. طبعا كلها معلومات متداوله، كلها معلومات للنقاش. delivery consideration the antenatal the neonatal term must put in full personal protective equipment. طبعا لازم يتحط في البي بي اي بتاعه، يبقى يعني قبل ما تدخله الدليفري روم سيتر. يبقى النيونيتال تيم، النيونيتال تيم الفريق اللي هيدخل لازم يبقى داخل والبي بي اي كله تمام 100%. الريسستيشن اوف بيبي شود بي ان سيبريت ايزوليشن روم، يعني يبقى الريسستيشن في اوضه منفصله، لان هي كل فلسفه التعامل مع البيبي ديليفرد تو ماذرز وذ كوفيد بوزيتيف كوفيد 19، الفكرة كلها نقلل الانفكشن ونقلل السبريد اوف انفكشن. دي فكرة رئيسية في التعامل مع فالريسستيشن. انا علشان ما اعملش انفكشن للبيرسونيل فلازم يبقى هو البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت بتاعه تمام. بعمل له ايزوليشن في او بعمل ريسستيشن في ايزوليشن روم، او لو انا ما عنديش فاسيلتي ان انا اعمل في ايزوليشن روم ان انا اعمل اتليست يبقى 2 متر بعيد عن الدليفري تيبل. وطبعا نقلل النمبر اوف هيلث كير وركرز علشان نقلل السبريد اوف انفكشن. الدليفري كونسيدريشن، هل محتاجين ان احنا نعمل بري تيرم دليفري او سيزيريان سكشن؟ الحقيقه الامريكان كوليدج اوف اوبستريشن اند جينيكولوجي ريكومندد ستيل ذات الكوفيد 19 انفكشن الون از نوت ان انديكيشن فور بري تيرم دليفري او سيزيريان سكشن. انما لو عندي اي فاكتور ثانيه خاصة بالأم أو في ماتيرنال كوموربيديتي لا ممكن يبقى فيه تغير، إنما الكوفيد 19 بير سي نوت أن إنديكيشن فور بريتيرم ديليفري أور سيزيريان سكشن. طيب نيونيتال أكوزيشن، إحنا قلنا إن النسبة مش عالية قوي زي ما قلنا قبل كده، وإن هي بتتراوح من 2 ل 5% هنا بالبوزيتيف بالإيكوفوكال تيست على مستوى يعني مالتي ستاديز
او ميتا اناليسز الستاديز معموله في اماكن مختلفه، في 27 ستاديز هنا، 27 ستاديز موجودة معمولة في أمريكا والتشاينا وإيطالي والسويد وساوث كوريا والهندوراس، كل ده معمول فيهم وجد إنه فيه إن النسبة لا تتجاوز 5% من العدد الأمهات اللي عندهم كوفيد 19. طبعا احنا قلنا البيرنتال ترانزميشن عن طريق المازرز، عن طريق الترانسبلاسينتال روت محل شك، وقلنا ان هو ضعيف علشان الاي سي اي 2 ريسبتورز نوت ويل ديفلوبد. هل البريست فيدنج بينقل او بينقل الفيروس او البريست ميلك؟ البريست ميلك نو ستاديز تو ديت هاز ديمونستريت ذا بريزنس اوف كوفيد 19 ان بريست ميلك، ماشي، وبالتالي بريست فيدنج از نوت كونترا انديكيتد ان ات ذيس تايم. اوكي، طبعا بنشرح للام اهميه البريست فيدنج عشان تبقى انكارج ان هي تبدا مع البريكوشن طبعا بتاع ال 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 البي بي اي الفول بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، تبقى الام يعني محتاطه وهي بتتعامل مع الطفل، ويبقى الطفل على مسافه بعد كده منها. نيونيتال برزنتيشن هو طبعا بعد الاكسبوشر بحوالي من 5 لـ 6 ايام، والرينج طبعا احنا من 1 لـ 14 يوم، عارفين المعلومه ان الكلينيكال برزنتيشن فيه فاريابيلتي كتيره جدا في النيونيت من اسيمتوماتيك الى سيفير النس. among symptomatic neonates the most common clinical presentation is respiratory distress, fever, irritability and feeding intolerance. لما نحب نعمل laboratory investigation لحاله نيونيت with suspected covid، الحقيقه في non specific finding ممكن نلاقيها، انما طبعا سبيسيفيكالي ان نعمل بي سي ار، والبي سي ار نعمله من اكتر من مكان زي ما هنقول. اللابراتوري فايندنج ممكن نلقى فيه نورمال اور ديكريز لوكستيك كاونت، هنلقى فيه ديكريز لينفوستيك كاونت، في ثرومبوسيتوبينيا، انكريز في الكرياتين فوسفوكاينيز، اليفيتد ليفر انزيمز، وسي رياكتيف بروتين والبروكالسيتونين، هو ماركر فور انفكشن او انفلاميشن. طبعا انفلاماتوري فايندنج ان ستريبس بان فلور ممكن نلاقيها. طيب السبيسيفيك بقى واللي هو الجولدن رول، ان احنا طبعا اللي هو البي سي ار، البي سي ار ممكن نعمله منين؟ من الابر ريسبيراتوري تراكت عن طريق النيزوفارنكس او الاوروفارنكس، او اللور ريسبيراتوري تراكت نعمله عن طريق الاندوتراكيال اسبيريت او برونكو الفيلر لافاج. يبقى انا ممكن اعمله ابر ريسبيراتوري تراكت او لور ريسبيراتوري تراكت عندنا في حاله النيونيت. ممكن نعمل بلاد سمير او من عن طريق البلاد باي سيرولوجيكال تيست او الستول باي بي سي ار. طيب يبقى الاماكن احنا قلنا ابر ولور ريسبيراتوري تراكت وبلاد وستول. طيب ايه التيست اللي احنا ممكن نعملها للنيوبورن والتايمنج؟ طبعا احنا قلنا احنا هنعمل اللي هو البي سي ار، ماشي، يتعمل عند 24 ساعه و48 ساعه افتر بيرث لو انا الام عندها او سسبكت ان هي تبقى كوفيد، ماشي. ممكن نعمل سبسيكوينت تيستينج از انديكيتد لو البيبي انويل افتر ماتيرنال ريجل. لو انا عملت انا سسبكت ان الام كوفيد 19 وبعدين عملنا لها التيست طلعت نيجاتيف بس الطفل مش نوت ويل، يبقى انا ممكن اعمل تيست للطفل، ماشي. امتى احكم ان الطفل بقى كلير وخلاص مفيش مشكله؟ لما اعمل له كليرنس ريكويرز تو كونسيكوتيف نيجاتيف تيست ات 24 اورز ابارت، ماشي، اختبارين او نعمل له اختبارين مرتين في خلال 24 ساعه ويطلع نيجاتيف. الدياجنوزس والمانجمنت، الدياجنوز كارنت جولد ستاندرد تو دياجنوز سارز كوفي 2 انفكشن از ار تي بي سي ار اللي هو ريستريكتيف ترانسكريبتيز البوليمريز تشين رياكشن اون ريسبيراتوري سبيسيمين. طبعا احنا قلنا الستاندرد البي سي ار. طيب والبي سي ار ممكن يدي برضو الى حد ما بعض الفولس نيجاتيف ريزلتس، بالاضافه كمان الاي جي والاي جي ام انتي بوديز يعني ممكن ما يحكمولناش ان الطفل انفكتد ولا لا، انما لو في رايزنج اي جي انتي بوديز يبقى انا يقول ان انا احتمال ان يكون عندي انفكشن. المانجمنت هو النقطه اللي احنا يعني اللي انتوا اكيد عايزين تسمعوها. المانجمنت او تريتمنت اللي انت تقصده الميديكال تريتمنت، هو التريتمنت في حالات النيونيتال كوفيد معظمه سبورتف.
supported by is largely supportive, including respiratory support, oxygen, fluid, and electrolyte therapy, and empiric antibiotic if there is suspected bacterial co-infection. الانتيفيرال له دور او الكلوروكين او الهيدروكسيكلوروكين not recommended for symptomatic neonates who are suspected or confirmed COVID-19. خلي بالنا بس واحنا بنعمل respiratory support ممكن نستخدم هيد بوكس عشان نقلل spread of virus. طيب ال adjunctive therapy such as systemic corticosteroids and intravenous immunoglobulin is not recommended in symptomatic infant who is confirmed or suspected case of COVID-19. ده في مراحل معينة. في مراحل تانية قال لا ممكن نستخدمه عادي ما فيش مشكلة. فالكلام فيه ديبيت الحقيقة وما فيش فيه حقائق مطلقة بنسبة 100%. الاسولتيمافير أو الاسولتيمافير may be considered in selective cases. يبقى الاسولتيمافير may be considered in selective neonatal cases. طيب المايكرو نيوترنت والزنك والفيتامين اي والسي والدي والكلام ده كله الاوميجا 3 نستخدمه او نستخدمه مش مشكله خالص. الريكومنديشن احنا ندي فيتامين سي 40 مللي جرام، ندي فيتامين دي 3 1 مللي 400 انترناشونال يونت 1 مللي، ندي دروبس من الفيتامين اي وندي زنك نص مللي، اوميجا 3 فاتي اسيدز 500 مللي جرام وهكذا. طيب الالترا ساوند فايندنج في حاله الكوفيد 19 ممكن نلاقي فيها ايه؟ نبقى نلاقي فيه انكريزد اند ديفيوجن اوف بي لاينز ابنورمال بلورال لاين اند الفيولار انترستيشال سندروم اند بي اكسيد ويز سمول رينج اوف بالمونري كونسنتريشن كونسوليديشن. يعني هنا عندنا هنا البي لاين كواليسنت بي لاينز وهنا عندنا في سام سورت اوف كونسوليديشن والبلورال لاين مش 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 كلير قوي ماشي. يبقى انا عندي فيه هنا كوالسنت بي لاينز هنا بي لاينز بتبقى بالشكل ده. عندي هنا البلورال لاين مش واضح قوي يعني مش وهنا في ارياز اوف كونسوليديشن ماشي. طيب السي تي ممكن نلاقيه في حالات النيونيتال نيومونيا كوزد كوفيد 19 ممكن في جراوند جلاس اوباستيس يكون في كونسوليديشن في ارتكولار باترن اند جرازي بافنج باترن ار تيبيكال CT manifestation of COVID-19. هنلاقي هنا زي sickness في intralobular sickness زي الحاجات دي كده. طبعا هنا في ground glass هنا ground glass appearance هنا اهو في هنا اهو وفي consolidation هنا ماشي. وطبعا ديت ال percentages وال finding اللي بتبقى موجوده في حالات السي تي في الكوفيد 19 يونيت الفايندنج ماشي. ممكن نلاقي فيه زي ما احنا قلنا كونسوليديشن ممكن نلاقي فيه جراوند جلاس اند كونسوليديشن 47% 41% في كونسوليديشن بس. ممكن تلاقي فيه انترا ليبرال سيبتال سيكنس في 53% ارتكولار باترن جرازي بافنج باترن 20% اير برونكو جرام. ممكن نلاقي كل الفايندنج دي في السي تي اوف نيونيتال كوفيد. هنا برضه الفايندنج هنا يمكن الاكس ري مش باين فيها حاجه كتير قوي انما هنا واضح ان في هنا كونسوليديشن في هنا جراوند جلاس ابييرنس هنا فيه اللي هو الريتيكولار باترن او انترا لوبولار سيكنس او انا واضح هنا سيكنس واضح ماشي يا شباب. طيب ده الـ summary of clinical guidelines for infant born to SARS-CoV-2 positive mothers. طبعا ده recommendation من American Academy of Pediatrics والـ Center of Disease Control والـ WHO والـ American Academy of Family Physician. كل ريكومنديشن بتدور حوالين البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت مهم جدا ان احنا نستخدمها. السيفت اوف بريست فيدنج في اجماع تقريبا على السيفت اوف بريست فيدنج. امتى نعمل ادميشن الانفنت تيستنج اللي احنا يمكن قلناها في بدايه التوك مع بعض. اتمنى الحقيقه ان انا اكون يعني قلنا يعني هنت صغيره على موضوع النيونيتال كوفيد 19 ونقرا بعد كده واول ما يبقى في بابليكيشن كويس ويبقى عندنا داتا احسن من كده ان شاء الله نقول معلومات احسن وتبقى مفيده اكتر من كده. بالتوفيق وان شاء الله المحاضرات الجايه نرجع تاني للنيونيتال ايميجنج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.